مسرحية لدريسة غلط هي عن نص للكاتب الإيطالي لويجي ليوناري، هو من الكتاب المحدثين لأنه مازال على قيد الحياة في إيطاليا. نص يحاول أن يقارب هذه العلاقة العميقة بين الإنسان وذاته أولا والآخر ثم العالم، فهي تحكي عن مكان يبدو مغلقا لكن في نفس الوقت له ثلاثة منافذ وكل منفذ خاص بشخصية، لكن الغريب أن كل وحدة تشوف ترى العالم من خلال المنفذ التي تدخل منه. الدور ديالي في المسرحية منطفة، يعني الإنسان منطفة يعني فم دميناج، ما جيش على الوسخ، كتعاير الرجال اللي معها اللي هي معهم في المسرحية، ما كتبغيش تشوفهم الوسخ ولا ما كتبغيش تشوف داكشي اللي هما فيه. هذا هو الدور ديالي منطفة. هاد الفرقة يعني اللي عندها واحد تاريخ في الساحة الفنية وخصوصا في المسرح، كانوا يشتغلوا فيها يعني إخوان من ضمنهم سي بسطاوي، من المؤسسين الله يرحمه سي بسطاوي وسي محمد خويي وبن عيسى الجراري وآخرون، يعني هاد الفرقة اللي هي فرقة يعني أنا فرحان بزاف أنني كنشتغل فيها من خلال هاد العمل المسرحي اللي هو لدريسة غلط. وهو في الشخصية دياله يعني إنسان ملتزم بالكلمة واللغة وما إلى ذلك، ويعني بالنسبة لي هو الفكر والشعر هما أساس الحياة وما أساس أي مجتمع. هاد السنة هي يعني بداية سنة جديدة إن شاء الله تكون فعل خير على جميع المسلمين وجميع المغاربة. الأعمال اللي حضرتها واللي كنحضرها هي أعمال مسرحية، ما فيما يخص السينما والتلفزيون حتى الساعة ما كاين حتى شي حاجة. المهم أنا دأبت على أنها ثلاثة سنوات أنها مخصصة للمسرح. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا أبوني في لاشين يوتيوب.